بهدف وضع حد لحوادث القاتل الصامت، بادر طلبة من كلية الهندسة بجامعة بومرداس بتطوير جهاز للكشف عن تسرب الغاز داخل البيوت، يتضمن استعمال تقنيات حديثة والتحكم عن بعد. اللي هو بروجي خدم على سيكوريتي دو غاز اللي يحمينا الدار، يحمينا كل كسوة بلاصة اللي حطيت فيها. ان كابتور اللي هو اللي ديتكتي كات ديب دو غاز، ولو بلو دونجورو هو الغاز سي او. درنا هنا ان كابتور هو كابتور دو غاز، عندنا كات ديب ديتكتي كات ديب كات تيب دو غاز. لو غاز لو بلو دونجورو هو الغاز سي او. اون فوا ديتكتي ديكلاري اون الارم، حاجة الأولى. حاجة الدوزيام يغلق تريسيتي. حاجة التروازيام يغلق الغاز، مي كي يغلق تريسيتي ولي يستعمل بالباتري تاع، عندنا درنا باتري لداخل، كي يغلق تريسيتي ما يستعملش تريسيتي تاع الدار، يستعمل تريسيتي تاع الباتري باش يشعل فونتيلاتور باش تخرج الغاز هذاك اللي راهو لداخل. وحسب الطلبة فإن الجهاز يعمل على تنبيه أصحاب البيوت والحماية المدنية تلقائيا في حال وجود تسرب للغاز، ويساعد كذلك في تهوية المنازل. الديتكتي راح يبعث الخمس أرقام التليفون، راح يبعث الولي الأمر، راح يبعث حنا باختيارنا نمبورت بنادم اللي حبينا نبعثوا له مي هو باين راح يكون مول الدار، وثاني يبعثوا لي بومبي مع اللوكاليزاسيون تاع الدار باش فيها جي بي اس باش لي بومبي يعرفوا ديريكت البروبليم الدار والراهي. ولتعميم استخدام الجهاز يأمل الطلبة المبتكرون مساعدة السلطات المعنية وأصحاب المؤسسات ومرافقتهم لتجسيده ميدانيا والعمل على تسويقه بسعر في المتناول.